يقول: كيف تؤدى الزكاة عن الراتب الشهري؟ اللي له راتب شهري يحصل له توفير يجعل له موعد في السنة مثل رمضان، ويخرج الزكاة عن كل ما تجمع لديه إلى رمضان الآخر، وهذا فعل الموظفين، وهذا اللي عليه الفتوى الآن، ولا يسع الناس إلا هذا. نعم، حط موعد محدد من السنة تزكي كل ما اجتمع، ما تم حوله وما لم يتم حوله. نعم.